kalam ano? Yan, ayaw kalam. Ano ba yung ano? First day of lockdown. No. Curfew. Here in Saudi Arabia, 7 p.m. Yeah. Nobody go out. Just stay at home. And, this one? Naive? Be careful. Naive? Hmm. Mapiro ba na, ha? Elizabeth, Akil, Nom. Well, until what time? 6 a.m.? Yes. 6 a.m. 7 p.m. to 6 a.m. Yeah. Mapiro ba na? Kif had a grocery open? No. Okay, kafil ko lo. Kulo, kafil. That's why the crowd is. And how about the hospital? Only hospital. Oh. Hospital, pharmacy. I don't know in main branch. 10. Until 10? Mm. They would close 10. Oh, how about that? Just go if out. If you want to go out, tell them I'm on board. My duty finished 10. 10? Muskila. It's okay because I'm garib. Come on, pick. Gaffin. Why? Why are you gaffin? Badri. ويمكن عشان اللي صار الزحمة ما حيقدر يخلصوا نص دين سكر ومتى مقفل؟ لسه ما في الساعة 7 ايوه ليه مقفلين؟ لا هذا لازم قفل بدري بيك زي مصر انت عارف ايش مسوين في مصر؟ شفت مقطع فيديو مرة يضحك عشان كله دمان خليكم في بيوتكم والمفروض المحلات كلها مقفلة ففي كافي مسورين اموت بوليس ما في بوليس انت اوتسايد بعدين 7 Police. ما في جلسة police. بعدين المقطع ايش فيه مصورين كافي الناس جوا زحمة والباب مقفل برا انت لما تعدي من قدام الكافي تحسبه فاضي تحسبه مقفل اتاري الناس جوا بيعسلوا بيشربوا واليمن قالوا ما في ولا اي حالة الحمد لله عندي حي ما في لانه اصلا كل شيء مقفل فمن فين يجيهم والكلام اللي انتشر كاشاعة هو قالوا في حالة وحالتين في مستشفى المتوكل في صنع بس طلع كله إشاعة تنعرفنا صنع الحويثة ما خلوه واحد المسافرين يدخل حاجز اليوم بالمناطق الشرعية مين؟ الحويثة اوكي ايش بهم؟ حاجزين المسافرين اليوم بالمناطق الشرعية ليش؟ ما خلونا ندخلوا يدخلوا وين؟ يعني ما كانوا مسافرين.